بداية نحن نشكر جلالة الملك محمد السادس والجهات المختصة في ظل هذه الأزمة والمحاولة على السيطرة على هذه الأزمة. احنا في فنجان الشرق طبعا نتخذ جميع تدابير السلامة من إجراءات الوقاية، الكمامة، الليقات، المعاملات النقدية. بنحاول طبعا نكون لابسين الليقات لما نستخدم نمسك الأموال، دائما يعني بنحاول نقدم المنتوج تبعنا في أنقى صورة حتى نحد من مخاطر كورونا. من أهم الحلويات الشرقية المعروفة والمشهورة هي الكنافة باللاكريم بالقشطة، طبعا معروفة هي في بلاد الشام، وحديثا يعني صاروا الدول الأخرى يتعرفوا عليها وبتعجب الزبناء كتير وبيطلبوها كثيرا. وفي طبعا أنواع أخرى عديدة، منها الكنافة بالمكسرات والبسبوسة والبقلاوة والعش، أنواع كثيرة. طبعا في شهر رمضان بيكون طلب أكثر على الحلويات الشرقية كونها يعني بتضيف نوع جديد أو نكهة جديدة على مائدة الإفطار بالنسبة للناس في المغرب. الإقبال أضعف طبيعي، يعني هذه من الأشياء الطبيعية، ولكن إحنا في رمضان هذا قدمنا خدمة التوصيل للزبناء، يعني بنحاول نسهل عليهم ونخليهم يعني يبقوا في بيوتهم، ومن أجل طبعا الحد من مخاطر انتشار الفيروس. بنبارك للمسلمين جميعا وللشعب المغربي، خصوصا شهر رمضان المبارك، ونتمنى إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والسلامة، ويكون إن شاء الله ربنا رفع عنا هذا البلاء ورجعت الحياة لطبيعتها. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.